غادي نبدا لكم اليوم بالجبن. دابا غندوزو برستيج كيكا برستيج في المول العجيب. غادي ناخذو 150 غرام ديال القرقاع محمر مقشور مقطع هكا مهرمش. غناخذو 180 غرام ديال الشوكولا غيش مهرمش او محكوك في حكاكه غليظه ونخليهم في بول. غنعملو 5 البيضات، 150 غرام سنيده. واخا زربتي صالحه اذا سمحتي نعاودها. اييه واخا ماشي باش يكتبوا المره الاولى لا نعاود. 150 غرام ديال القرقاع محمر مقشورو ومقطع، 180 غرام ديال الشوكولا اسود غيش مهرمش او محكوك في الحكاكه. في بول غنعملو 5 البيضات، 150 غرام ديال سنيده، غادي نطلعوه مزيان تعطينا واحد الرغوه. غنزيد عليه 100 غرام ديال الحليب، 180 غرام ديال الزيت، 180 غرام ديال الدقيق، شويه الملحه وجوج خمارات. وغادي نخلطو بالفوي من الفوق للتحت. انت كتخلطي بديك لاسبالتور من الفوق للتحت من الفوق للتحت مزيان، عاد كنزيدو داك القرقاع وكنزيدو داك الشوكولا. وقبل ما نصوبو هاد الحلوه كناخدو داك المول العجيب كندهنوه بالزبده وكنرشوه بسنيده وكندخلو للمجمد. نديرو الزبده ونرشوه بسنيده. اييه كندخلو المجمد، كنصوبو الكيكه ديالنا، كنخرجو داك المول، كنخويو الكيكه وكندخلوها درجه الحراره 170. اييه ملي كنخرجها كنكون ديجا انا عندي واحد الكناج، انا ريحه في الفيس عندي. الكناج غندير فيه 100 غرام شوكولا. انا غنعطي السيده اللي بغات دير كناج نوار ماشي مشكل. انا درت 100 غرام ديال شوكولا غيش بلون، 50 غرام ديال الحليب كديريه تيغلى، كطفي البوطه وكتلوحي عليه داك الشوكولا وتخليه ما تحركيش واحد شويه، عاد كتحركيه حتى كيطلق مزيان. كتحركي مزيان وكتزيدي عليه 50 غرام ديال الزبده وكتحركيه وكتدخليه حتى كيدفى شويه وكتدخليه للثلاجه، تعاودي تخرجي تحركيه وتدخليه للثلاجه حتى كيبان لك بدا كيعقد شويه. غادي نخويوه داك المول، راه عنده الوسط ديال كيجي حروي. اييه غادي نخويوه. غادي السيده السيليكون اللي عندها، انا بالنسبه لي درت واحد السيليكون بحال شكل الكويرات، كتخرج نص كوره راه صغير. كتاخذ الكميه ديال الشوكولا اسود غيش كتذوبو كتضرب داك السيليكون كتدخلو المجمد كتخرجو كديموليه كيعطيو بحال شكل العقيقات طايرين. من درنا الكناج ديك الكيكه، هذاك البيات اللي درت انا ديال الشوكولا كناخذ واحد الساتيني ذهبي كنزيد معاه واحد جوج معالق ديال سنيده. اي تفضلي. وكنلوح في دوك الكويرات باش كيعطيوني واحد اللون ذهبي. واخا فهمتي. هذاك الكناج اللي درت انا ابيض جيت للوسط ديالو ودرت دوك الكويرات ديال الشوكولا نوار وديرهم في ساتيني وسنيده كيعطيو بحال شكل البريو. وفي الصحة والراحة. الله يعطيك الصحة، التزيين كيبقى اختياري، عطيتينا الطريقة وأكيد كتبقى كل سيدة والطريقة ديالها في التزيين. الله يعطيك الصحة. كنتمنى ما زربتش وما غلطتش حاجة.